ورجعنا لكم مرة تانية. الفقرة دي هتهم عدد كبير جدا من اللي حابين يحافظوا على نضارة بشرتهم، وحتى كمان اللي بيعانوا من مشاكل البشرة وبيعانوا من أي مشكلة في الصيف أو مشكلة في الشتاء، عايزين يعرفوا إزاي يهتموا ببشرتهم وإزاي يتجنبوا المشاكل دي، وكمان لو عايزين تعرفوا إيه الموضة الجديدة في الألوان بتاعة الميك اب وفي استخدام أدوات الميك اب والكلام ده كله، هنعرفه النهاردة من خبيرة التجميل والميك اب أرتست خلود. صباح الورد عليك يا خلود. صباح النور، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. بصي بقى، احنا عندنا اسئله كتيره جدا، هنبداها الاول بمشاكل البشره في الشتاء. لا انا بعاني منها. عشان كريم السؤال ده مخصوص عشان كريم. بصي، اول مشكله الجفاف. جفاف البشره. جفاف البشره وعدم ترطيبها والاهمال فيها. وهقدر اقول لك المشاكل دي بتظهر ازاي، من قله النوم، اكل، شرب، حاجات بتخلي البشرة جافة جدا. زي ايه بقى؟ يعني ايه الحاجات اللي المفروض ما نشربهاش عشان بشرتنا تفضل رطبة؟ اي حاجة فيها كافيين على الريق. يعني ما ينفعش اي حاجة فيها كافيين. يعني القهوة والشاي القهوة والشاي كل انواع الشاي والنسكافيه كارثة. يعني النسكافيه كارثة. الشاي الاخضر اقل ضرر. فعلى الريق، بس انت بتقولي على الريق، يعني المفروض ان الواحد مفيش فطار، يعني الواحد يصحى من النوم يشرب كوباية قهوة على طول أو نسكافيه، وفاهم إنه كده بيبتدي يومه حلو. عشان كده الواحد عنده مشكلة. هنبتدي نحط إيدينا على المشكلة، وإن شاء الله آخر الحلقة هنكون حليناها. أي حاجة فيها كافيين على الريق، وقلة شرب المية. يعني أنا أصحى من النوم أشرب مية على طول. طب إيه اللي بيعمل في الشتاء غير موضوع إن إحنا بنشرب حاجة على الريق فيها كافيين بيعمل حالة الجفاف دي؟ هو أصلاً الجو بيبقى برد. يعني هو اصلا البشره بتبقى دايما محتاجه في الشتاء ترطيب دايم. مع النوم، مع الاكل، برضو هرجع واقول لك مع النوم ومع الاكل. الترطيب او اهمال البنوته او الست للبشره. ما بترطبهاش. استخدام غسول غلط بيبقى جامد شويه في الشتاء. بتستخدمه زيه زي الصيف؟ لا، عايزه اقول ان الشتاء ليه منتجاته والصيف ليها منتجاتها، وده ليه تعامل خاص وده ليه تعامل تاني خالص. حتى في الاكل والشرب، يعني هل مثلا في الشتاء، طب ايه يعني في الشتاء مثلا، بما ان احنا دلوقتي في موسم الشتاء، تنصحي بايه نوعيات الاكل والشرب اللي الواحد يعملها او ياكلها ويشربها، ونظام اليوم يبقى ماشي ازاي مثلا؟ هبتدي من ورا شويه. النوم. النوم النوم بدري، مش هقدر اسيطر على الناس كلها تنام بدري. طب انا عايزه اقول حاجه في الحته دي. انا سمعت مره او قريت ان في فنانه ما بتقول انا بستعمل النوم ده ككولاجين. دي حقيقه؟ دي حقيقه جدا. خلاص بقى مش عارفه يصحيني. النوم او قله النوم بتعمل خلل في توازن الكولاجين في البشره اصلا. يعني والدارك سيركل اللي هو السواد اللي حوالين العين اول حاجه بتتاثر. اول حاجه بتتاثر. يعني النوم فعلا بي بي بيحافظ بجد على شباب البشره. شفتي الجمله دي؟ حافظي على شباب بشرتك، نامي. كم ساعه بقى؟ هو مفروض يعني 24 مفيش بقى ساعه تبقى تمام. 24 بس طبعا. يعني مش بس ان انا انام 8 ساعات. النوم زي كده، عارفه اما تنامي الجسم مثلا بيترجم كل حاجه بقى، بيرستارت، بيرفرش، بيشوفك انت عملتي ايه في اليوم. ويديكي كلتي كويس، هيديكي كويس. كلتي وحش، هيظهر عليكي. انت بتقولي حاجات سهله، نوم واكل وشرب ميه. كله بقى متصل ببعضه، يعني دي سلسله متصله ببعضها. كلتي كويس حاجات ما فيهاش املاح، مش هتحبسي ميه ومش هيظهر على وشك. لو نمتي بدري وكلتي مثلا املاح كتيره في اليوم، هتصحي برضو يعني وشك منفخ، بشرتك مش هاديه. ده كل ده بيأثر، هي كلها حاجات مرتبطه ببعض. طب في موضوع برضو اللي هو بقى ما قبل النوم وما بعد النوم، ومساله في ناس بتشرب انواع معينه من الميه، بتقول لك ميه بليمون وميه مش عارف بايه، ديتوكس، حاجات كده. الحاجات دي بقى بتفرق ازاي في جداً مساله البشره قبل النوم وبعد النوم، وتنصحي ان احنا نعمل ايه؟ بص، انا اي حد بيجي لي دايما بقول له انا المعده مرتبطه بالبشره. يعني انا عندي المعده دايما في يونكه كده مرتبطه بالبشره. المشروبات اللي هي بيبقى فيها ليمون، نعناع، الكلام ده هيلثي، ما بقولش حاجه، بس ما بتديش البشره الحاجات اللي انا عايزاها. ايه الحاجات اللي بتبقى قويه وبتاثرها على البشره؟ الخضار. طب لا، قولي لنا بقى مكونات مشروب تاثيره قوي جدا على البشره وافكتيف وبيجيب نتيجه وطعمه حلو.
لا كل لا وبيخسس عارفه كل الحاجات الصعبه. مش 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 هقدر اقول لك طعمه بيبقى حلو، ده اللي عايزاه تبقى حاجه يعني بيبقى الناس اللي هي متعوده هتتعود، والناس يعني اللي مش متعوده هتلاقي صعوبه شويه في الاول. هتقولي بقى سبانخ و لا هبعدك عن الحاجات دي. افوكادو وجرجير وكيوي حلو وعسل وسبع لوزات. سبع لوزات ده اشمعنى سبع لوزات؟ هو اصلا اللوز للبشره، يعني هو اصلا بيدي دهون او الفاتس اللي فيه بتعمل ترطيب. اصل السبع لوزات تحديدا ده تحسي ان هو يعني عشان الكالوريز، عشان الكالوريز وعشان مش اكتر من كده يعني. اوكي سبع لوزات زي ثلاث تمرات وجرجير وكيوي وافوكادو وعسل. اوكي ده وده هيبقى طعمه حلو بيتهيألي. ده حلو. ده بقى هيعمل ايه في البشره؟ لكن لو عايزه تزودي احسن هتحطي جنزبيل او سبانخ معي. حلو. السبانخ يا جماعه السبانخ فظيعه. يعني السبانخ اللي هي مش مطبوخه يعني قصدك؟ السبانخ والبقدونس والكزبره والكرفس الاربعه دول سحر. كلها حاجات الحاجات الخضراء سحر يعني. ونفسي اقول للبنات عليه يعني. طب لا قول نفسي يعني نفسك ليه؟ قول لنا بقى الاربعه دول الصعبين قوي دول يتعملوا مشروب ازاي؟ اراده يعني. انا نفسي اراده يعني. ده كان مشروب شريهان. انت بتقولي ان هو هيبقى طعمه مشروب شريهان. شريهان ثواني يا كريم نعرف سر الخلطه. تقول لك المشروب ده مشروب شريهان. المشروب ده عباره عن ايه بقى؟ جرجير، عصير جرجير، بقدونس وكرفس. هو ده اللي بقول لك عليه دايما. وانا بحط الحاجات دي كلها مثلا في بلندر او حاجه؟ في بلندر وشويه ميه صغيرين قوي اللي هو تخليه ليكويد كده شويه وتشربيه. طب نخش بقى في المشكله الثانيه اللي بتواجه الناس وهي ظهور بقى حبوب مثلا في البشره الكلام ده كله. ظهور موضوع حب الشباب كمان بقى يعني ناس كتيره جدا بتشتكي منه. بص هو يا اما هرمونز يا اما اكل غلط سبايسي ودهون شوكليت مكسرات كتير توتر وقله نظافه. مكسرات كتير عرفت انا سر السبع لوزات دلوقتي. الشطه كمان يعني. اوكي الشطه والدهون والمخللات والحاجات دي بلس قله نظافه البشره. يعني في ناس ما بتنضفش بشرتها كويس او مثلا مكان النوم مش دايما نظيف خصوصا لاصحاب البشره الدهنيه. لان وقت النوم الجلد بيوقع اصلا يعني لوحده بيقع جلد ميت مننا فبيتحول ميكروبات او مكان النوم نظيفة. الجلد طب بتنامي على المكيس المخده بشرتك دهنيه مع قله نظافه البشره طبعا كل ده بيعمل تراكمات وحبوب مع الوقت. طب ايه ابسط روتين نقوله للناس يقدروا ينضفوا بيه بشرتهم قبل ما يناموا ويبقى فعال؟ صحيت الصبح غسلت وشي بغسول مش قوي على البشره عشان ان احنا في شتاء معقول. البشره الاويلي ممكن اقول لها انت مش هتتضرري قوي بالغسول القوي ده. تختار اي نوع؟ مع تونر او ميه ورد ساقعه يعني تكون مش عاديه لا ساقعه شويه تقفل المسام. وتحط ميك اب او مرطب او قبل الميك اب مرطب او برايمر وبعد كده تحط ميك اب. خلصت يومها خالص قبل النوم بقى هو ده اللي انا عايزاه. تغسل وشها كويس جدا وبرده تونر او ميه ورد ومع مرطب واتنين. لازم المرطب لو عرفت تستخدم المرطب ثلاث مرات يبقى احسن. لكن مش موجود كده خالص لا طبعا هتلاقي جفاف في الحته دي والحته دي اللي تحت العين وحوالين البق. يمكن كمان الموضوع يعني هي مش بس مجرد بتبقى ساعات حتى في الايدين او حتى في الوش لكن مساله انه تفتيح المسام وفي ناس تقول لك البخار كمان بيساعد على انه الواحد يفتح. طب ايه اهم يعني اهميه الموضوع ده؟ لانه انا بسمع مثلا كلام انه احنا عايزين بخار وبعد كده بميه ساقعه مثلا او حاجه ساقعه هو ايه الصح في الموضوع ده؟ ما هو انت فعلا تنظيف ده تنظيف بشره بتفتح المسام بالميه السخنه او البخار او فوطه زي ما بيقولوا وبعد كده ليه بفتح المسام عشان اجيب البثور السوداء الحاجات اللي هي بتبقى مثلا حبوب تحت الجلد النتوءات اللي هي بتبقى مثلا او شعره طالعه وداخله كده تاني يعني الشعره طالعه وداخله كده تاني فكل ده بيفتح بيساعد اللي بينظف البشره او الدكتوره او البنت اللي مهتمه بنفسها تطلع ده كله. بعد ما تنظف خالص صعب تسيب المسام مفتوح ما هي هتستقبل
حاجات من بره. فانت بتسيبيه مفتوح لفتره صغيره اللي هو الميشن بتاعت الميشن، فتره الميشن اللي انا هقضي بيها تنظيف البشر. بعد كده بقى اقوم جايبه اللي هو الايس رول او التلجيه او الميه الورد الساقعه امشيها على وشي عشان خاطر اقفل المسام تاني. زي كده ما بتستخدم حاجه تفتحها وتقفلها تاني. طب احنا تقريبا عالجنا معظم المشاكل اللي احنا بنسمع عنها. خلينا بقى نخش في قصه الميك اب. ناس كتيره فاهمه ان الموضه بتتغير في الميك اب فهي بتتغير في الالوان بس. انا اعتقد ان الموضه بتتغير كمان في التولز اللي بنستخدمها، في طريقه الرسم، في طريقه الاستخدام. قولنا بقى ايه اللي اتغير السنه دي مثلا عن السنين اللي فاتوا في الميك اب، وايه الجديد؟ هي البنات كلها بقت عارفه كل حاجه. دي حقيقه. البنات كلها بقت عارفه البراندز وعارفه الفرش ايه وعارفه، فما عندهاش حجه انها تطلع الميك اب وحش. بس اللي انا ده رايي. انا ما عنديش موضه معينه. يعني انا بعمل اللي يليق عليا. حلو قوي. شكلي بيتطور مع تطور الميك اب. فاهمه؟ يعني مش مثلا ما بتجيليش واحده مثلا جفنها واسع واقول لها انت يليق عليكي مثلا كل حاجه. لا. انا ايه اللي يخلي شكلها بالنسبه لي ما يتغيرش تماما؟ انا ما بحبش تغيير الشكل. حتى يعني مع تغيير الموضه، يعني هي كل سنه بتنزل حاجه جديده، كل سنه بنشوف مثلا استخدم نجمه بقى كبيره او نجم اللي بيعمل هي طالعة حاجه جديده ليها، فاهم؟ يعني مثلا استخدم الحاجات اللي هي طالعه مثلا ايه الايلاينر الوينج مثلا اللي هو طالع، هو ممكن عليها حلو بس مش لايق عليها، يعني هو ينفع لها ينفع يعني بس مش لايقه. قصدك على رسمه عينيها مثلا؟ مش لايقه. يعني ما بحبش، يعني انا بحب اطلع الحاجه تبقى حلوه على الانسان. دي بالنسبه لي موضه. طب انا عندي سؤال، يعني زمان لما بنتفرج على فيلم قديم شويه بنحس ان الميك اب فعلا يعني غريب شويه عن ايامنا دلوقتي، يعني طريقه حطه، نوعيته، فعلا شكله مختلف تماما عن الميك اب بتاع دلوقتي، كانه مثلا ده 1 دي وده 7 دي، فاهمه قصدي؟ يعني في حاجه متغيره جدا. فايه ايه التطور الفظيع اللي حصل ده؟ وبرده حصل تطور في الكاميرات اللي بتصور، عشان بس يعني والفلاتر الفلاتر دي اختراع. لا بس برده الميك اب فعلا اعتقد الماتيريال بتاعته كانت مختلفه. طبعا ما كانش في التونز الكتيره دي زمان. كان في الرموش والايلاينر والبلاشر والروج. يمكن الروج اقدم حاجه ممكن كانوا بيعملوها بكركديه. الروج كان بيتعمل بكركديه؟ كركديه يعني عشان بيحمر الشفايف قوي. هو دلوقتي بيتعمل بايه؟ وبلاشر. لا دي حاجه قصه دلوقتي كبيرة كيميكالز بقى. يعني قصه كبيره قوي. قصه كبيره قوي. ماتيريال اللي طلعت بقى زياده بقى الفاونديشن، الكوريكتور، الهايلايتس، ده طلع ميك اب للجسم. يعني هو اصلا يعني طلع فاونديشن علب للجسم، يعني خلاص سيبنا مرحله الوش دخلنا على الجسم. فاضيين بقى ما احنا فاضيين بقى. طب ايه بقى موضوع الميك اب للجسم ده؟ درجات الفاونديشنز لما طلعت يعني مش عارفه اقولها لك ازاي، بقى يبقى في فرق تونات ما بين الرقبه وما بين الوش. اوكي. يعني حتى لما هي بتجيلي مثلا كويسه بس بتليق قوي في الالوان الغامقه التان، لون التان، فهي بتبقى شويه خمري، فبيبقى في فروقات. فبقينا نستخدم الفاونديشن على الرقبه. اوكي. فابتدى يخرج مثلا من الشركه الفاونديشن للجسم. فطلعت موضه الهايلايتس. فطلع الفاونديشن الهايلايتس للجسم عشان الوش بيبقى عليه هايلايتس والجسم مطفي. يعني خلاص خلصنا. الناس بتاخد بالها من الحاجات دي؟ طبعا. يعني الناس بتاخد بالها فعلا من يعني ما هي حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، فهي فعلا خدت بالها من اختلاف الالوان ما بين الوش والرقبه. ايوه. معلش يا خلود عايزه اقول له حاجه قوي. عرفت قد ايه حياتنا صعبه؟ احنا والله بجد احنا جسدنا تفاصيلنا كتير. حقيقي حياتنا تفاصيلنا كتير جدا. كتير جدا. لا هو انا كمان يعني السؤال على مساله ان الواحد فعلا بياخد باله من الالوان واختلاف درجات الالوان. زمان في الصور، هات اي صور افراح كده هتلاقي خالته او بنت خالته وشها ابيض او جسمها اسمر. كانوا زمان بيحبوا يبيضوا نفسهم جدا. عشان يعني ما اعرفش كانت موضه ولا ما كانتش موضه. طب تيجوا نعرض شويه صور للميك اب اللي انت عاملاه يا خلود وتعلقي لنا بقى شويه عليه. ده ناتشرال ميك اب. دي عروسه. انا بحب العروسه اللي بيبقى ملامحها لو هي ملامحها شارب اطلعها رقيقه برضو في اليوم ده. عكس اللي هي عايزاه. يعني لو هي عايزاه بقوم مطلعها زي ما هي عايزاه. لكن لو هي سايبه لي نفسها بطلعها رقيقه بصراحه. وانت الاكتر بيبقى عايز يسيب لك نفسه ولا بيبقى عنده حاجه معينه عايز يعملها؟
بصراحه انا اللي بفرض شخصيتي على العروسه. انت تحبي بسيطر عليها. يعني انت تحبي ليا اسلوبي كده معين مهما نفسها. كانت مهما كانت عايزه اللي هي عايزاه انا بقدر اسيطر عليها واديها اللي انا عايزاه برضو. طيب برضو تبديل دي حاجه دي حاجه مختلفه او كل ده ناتشرال ميك اب؟ اوكي كل اللي ظاهر ده ناتشرال ميك اب. ايه الفرق ما بين الناتشرال ميك اب وال نوت ناتشرال ميك اب؟ يعني البساطة ده بسيط ورقيق مبين ملامحها والتاني هو كريم يقصد يقول لك انت مثلا استخدمتي ايه في ده ما استخدمتهوش مثلا في ده او ايه يعني اللي استخدمتيه هنا. لو عندنا صور لحاجات بقى مش ناتشرال ميك اب بقى عايزين برضو نشوفها. جايه دي كل ده ناتشرال ميك اب يعني برضو ده شويه ناتشرال ميك اب. ماتيريال ماتيريال مختلف ماتيريال ده ناتشرال ميك اب. دي كلها مثلا بتحطيش هنا ايلاينر بترسمي هنا عين بشكل متحدد قوي الوش مثلا قوي. بيبقى في وش عايز هايلايت بس في وش في عين محتاجه رموش بس من غير ايلاينر. دي مثلا سواري جامد ده سواري قوي افتتاحات مهرجان افراح قويه سهرات قويه ما بتبقاش مثلا احنا كده دخلنا بقى في الميك اب الثقيل او الميك اب القوي شويه. بالظبط. طب انت الفرق بقى هنا ان انت ابتديتي ترسمي العيون اكتر وتوضحيها أيوة اكتر صح كده؟ اوكي دي انا هو. دي انا ده ميك اب ثقيل شويه صح؟ ده اللي هو بتبقي عايزه محتاجه تبقي ظاهره او انا شايفه المناسبه ايه واحطك مكانها ما طلعكيش بور. يعني الميك اب الاوفر ده ما ينفعش اطلعها بور فيه. انا كنت حابه اللوك ده قوي الصراحه كنت حاباه جدا يعني. واستخدام بقى ده بيبقى في ايه واستخدام ده في ايه؟ عكس الرغبات برضو هرجع واقول لك يعني لو واحده رايحه فرح مثلا قوي جدا او مثلا فرح في اي بي او الكلام ده تقولي لا انا مش عايزه ميك اب اوفر اقوم مديها سنه ميك اب اوفر. ما انا بقول لك انا اللي بقدر اقرر. ده انت بتخشي بقى في الحاله وتسالي انت رايحه فين وجايه منين وريني تسريحه شعرك اللي هتختاريها فبطلع الشكل. يعني اقدر اقول لك ستايلست زائد ميك اب ارتست يعني بشتغل ستايلست الاول بعد كده ميك اب ارتست عشان اطلع الشكل لايق على بعضه. فبتسالي على تفاصيل المناسبه وتفاصيل اللبس وتفاصيل الشعر بعدين تقرري طب الصبح ولا بالليل الفرح ده الصبح ولا بالليل الميعاد في اليوم بيفرق طبعا وشتا وصيف يفرق ده ليه الوانه ده ليه لوكاته ده الصبح طبعا نوي يطلع ميك اب ثقيل الا لو كانت برايد. طب خلود في بنات كتيره قوي بيتفرجوا علينا وبيسمعونا ما بيعرفوش قوي يستخدموا الميك اب بسهوله حتى لو الناس كلها بقت عارفه والسوشيال ميديا بقت في دلوقتي كميه فيديوهات بتوضح ازاي نحط ميك اب وتبس وهاكس وحاجات كتيره لذيذه كده بس في بنات كتيره برضو الموضوع صعب عليها تنصحيهم بايه عشان الموضوع يبقى سهل ويقدروا يتعاملوا مع الميك اب بشكل بروفيشنال شويه؟ اليوتيوب ما خلاش حاجه اسئله يعني انا بحب البنت اللي بتسال يعني اللي بتيجي تقولي سوري انا بدوشاكي انا مش عارف ايه لا انا بحب البنت اللي فاهمه بتريحني سبحان الله على زنها ده. بحبها تديني في الكلام يعني بتتفرج على اليوتيوب تسالني تتعلم وانا بعمل لها ميك اب طب هي مثلا بتحط ديلي ميك اب تشوف الايلاينر ازاي بترسم بتجيب بتسال حد شاطر زي دكتور كده دكتور اجيب ايه لكذا انت قصدك انها تبتدي الاول بالسؤال اجيب ايه المنتجات اللي اقدر استعملها وبعدين تتفرج على فيديوهات وتقعد تجرب على وشها انا عايزه اقول لك مفيش حد بيخش لي الروم بتاعه الميك اب او اروح لاي حد الا لما بيسالني يقول لي انا عندي ميك اب كتير قوي انا مش عارفه استخدمه انا عندي ستور ميك اب في البيت ومش عارفه استخدمه من جميع انواع الكاتيجوريز اللي تتخيليها بقول لها طب قولي لي ايه اللي عندك وانا واحده واحده هعلمك طب ما عندهاش وقت تقول لي او تسالني اليوم اللي هتيجي تعمل فيه ميك اب بديها شويه نصايح تليفون بديها شويه نصايح تصحى الصبح تبتدي بحواجب كونسيلر رسمه ايلاينر ما تحطيش فاونديشن يعني انا ضد الفاونديشن الصبح طب اللي ما طب لا خلينا بقى نرتب النصايح بتاعتنا انصحي البنات اللي بيسمعونا بالتابس اللي انت هتقوليها دلوقتي عشان تبقى بشرتهم حلوه والميك اب بتاعهم يطلع بروفيشنال اول حاجه وحلو. تهتم ببشرتها انسايد واوتسايد انسايد ده اكل ونوم ونفسيه
لا مش دي مش هتسيطري عليها. افتكرت دي مش مهمه، كنت اقول لك انت لا 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 دي مش في ايدينا خالص. انت عارفه يعني بجد لا، كل يوم حتى ممكن يبقى ما فيش حاجه مضايقاها بس اوف مود. يعني ما مش هقدر اسيطر لك على الحته دي. الاكل في حاجات انواع اكل برضو بتسبب حالات سعاده والحاجات دي تلعب على هرمون السعاده. بس هتسيطري على هرمون السعاده؟ لا. مش هتسيطري بقى على بقيه الجسم بقى الشوكولاتات والحاجات دي؟ عارفه لو كل ما الم البنطلون الجاكيت هتضرب بالظبط. فلا يعني انسايد الاول عشان البشره تبقى حلوه، تبقى مجهزه نفسها. يعني بشره لو حلوه هتخلي كل حاجه جميله على الميك اب. لو والله لو ما بتعرف تحط ميك اب، الميك اب هيبقى حلو. اوكي. ولو عندها حبوب وبتتابع مع دكتور جلديه تخاصم الميك اب. تخاصم الميك اب؟ تستحمل بقى يعني بجد بجد. وتخاصم بقى كمان حتى الشوكليتس والحاجات اللي احنا قلنا عليها. تلتزم لحد ما تتعالج وبعد كده ترجع تعمل اللي هي عايزاه. طبعا احنا بنشكرك طبعا على وجودك معانا النهارده في صباح الورد، الاستاذه خلود عبد الفتاح خبيره التجميل، نورتينا النهارده في صباح الورد. احنا حلقتنا خلصت النهارده من صباح الورد، بشكر حضراتكم على المتابعه، بشكر زميلتي سلمى عادل، بشكرك يا كريم، صباح الفل، بشكر فريق العمل بالكامل. بكره ان شاء الله هنكون معاكم من الساعه 9 صباحا، الى اللقاء.